يدل على الحب في القلوب، لا يختص في المكاس حلاوة أرضكم، اختصاص في المكان عن صفة الخلق أحكام طيب لنا الزمن المكان، الزمن مقتتل والمكان مقتتل، الزمن مستطيل والمكان مستطيل، الطيب غني جل الله مولانا، جل الله مولانا، جل الله مولانا، جل الله مولانا. اشتهر به واشتهر فن الملحود به ليصبح هذا الفن بفضله واسع الانتشار يتعشقه الناس في كل مكان. غنى الحاج محمد بوزبع مئات قصائد الملحود الكلاسيكي منها الجديد خلال مسيرته الفنيه، وادى هذه القصائد باسلوبه الخاص الذي ابتكره واسخره من اجل تجديد فن الملحود ورفع مكانته وتبليغ رسالته الفنيه للناس. كان المرحوم فصيحا في ادائه، مطربا في تعبيره، تحس وانت تسمع غناءه بقصائد الملحود وكانه يعبر باسلوب مسرحي عن مقنون الالفاظ والكلمات والمعاني والافكار والاحاسيس التي تحفل بها قصائد الملحود. غنى المرحوم لاشهر شعراء الملحود الكلاسيكي باقه من اجمل روائع هذا التراث الجميل، وخلدها بصوته وأدائه المتميز، وغنى بصورة خاصة لصديقه الوفي الشيخ الحاج عبد الملك اليوبي، وترجم بأدائه الرائع جواهر أفكار هذا الشاعر المبدع، حيث غنى له عددا قياسيا من القصائد الوطنية والمناسباتية والعاطفية. الفنان المرحوم يعود له فضل في تجديد وبعث الأغنية الشعبية المغربية، حيث طلع على الناس خلال بداية السبعينات بأسطوانات معروفة مربعة ذات 45 لفة متضمنة العديد من هذه الأغاني الرائعة التي كانت في طريق الانتظار. بعد أن طرت على أسماع الناس موجة الأغاني الشرقية إبان ازدهارها، أعاد المرحوم هذه الأغاني الشعبية بأسلوب جديد في طريقة الأداء والتوزيع الموسيقي، فتلقفها الناس بلهفة وأصبح يعددها الخاص العام، وقلد أداءه لها كل مطربي الأغاني الشعبية. التفت الفنان المرحوم الحاج محمد بوزبع للتراث الشعبي الصوفي، فأدى القصائد العساوية بأسلوبه الواضح المطرب وتوزيعه الموسيقي والإيقاع الخاص، وكأنه يؤكد مكانة أسرته المعروفة بريادة التراث الصوفي الشعبي العساوي بأجيالها الثلاثة خلال القرن العشرين، جيل الجد المرحوم سيد محمد نهاية 15 بداية القرن العشرين، وجيل الوالد الاب سيد محمد الذي توفي رحمه الله في اعالي شبابه سنه 1962، وجيل الفنان الحاج محمد الذي نحتفل اليوم بذكراه 40، الذي طبع التراث العساوي بالحداثه مع الحفاظ على الاصاله. غرف المرحوم كذلك من معين تراث شعبي اخر وتراث طائفه تواتي، طائفه هنتوات، فابدى قصيدته الرائعه لا اله الا الله كلمه عظيمه بايقاع الطريقه المذكوره مع جماليه الاداء والتوزيع الموسيقي، جعل هذا استحسانا واسعا من طرف الجمهور والطرف الشعبي المغربي. ابتدع المرحوم طريقته الخاصه التي قلدت فيها سائر اجواق المغرب الشعبيه في انتاج جمهوره ومحبيه بهذه الالوان الفنيه التي حظي بالرياده فيها، فكان خلال الحفلات العائليه التي يستدعى لها مع شوقه الموسيقي يبدأ بتقديم بعض قصائد الملحود، مبتدئا بقصيدة في فتح الرسول صلى الله عليه وسلم،
وينتقل اعتدالها لإعداء قصائد الخرف المحول، ثم ينتقل إلى بعض الأغاني الشعبية التي له الفضل في إحيائها، ثم يختم الحفل بالتراث العيساوي التواتي ملهما حماس الجمهور الذي يكون الطرب قد وصل به إلى درجة إشباع. هذه طريقة رحمه الله في إنساء الناس والشعب مراحل السرور من الجمهور الواسع على مدى نحو 40 سنة من مسيرته الفنية. رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، ورزق أهله ومحبيه الصبر والسوام والشكر إذاعة الجهوية على مبادرتها القيمة لإعداد هذا الحفل التكريمي. وشكرا لكم سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.